عملية انتخابية سادتها الشفافية والديمقراطية أفضت إلى اختيار كوادر حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مرشحيهم لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، إذ حافظت الجبهة إلى حد كبير على تركيبتها السابقة في قائمة يقف رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي على رأسها. علينا عمل كل شيء مخلص من أجل الحفاظ على القائمة المشتركة. بعد أن انتخبت أنا وزملائي المنتخبين سنذهب الليلة إلى كل مركبات القائمة المشتركة من أجل إقناع الجميع بأن يأتوا، من أجل أن نشيد وحدتنا من جديد. ممنوع أن نخسر القائمة المشتركة. التمثيل النسائي حظي بحصانة قوية كما هو الحال في تمثيل المجتمع اليهودي، ثقة منحها الناخبون لمن رأوا بهم قدرة على حمل رسالة الحزب من جهة والوقوف في وجه التحديات الإسرائيلية من جهة أخرى. علينا أن نوحد صفوفنا كجماهير عربية مع القوى الديمقراطية اليهودية. نحن في مواجهة مشروع الأبرتايد وبحاجة إلى كل صوت حر تقدمي يقف إلى جانبنا. بموازاة مواجهة السياسات اليمينية الإسرائيلية، تؤمن قيادة الجبهة بضرورة تعزيز أركان البيت العربي من الداخل وتفويت الفرصة على من يحاول شق الصف والكلمة. حكومة يمين تريد ترسيخ الاحتلال، وبالتالي أنا أقول بالذات بهذه الفترة نحن بحاجة لوحدة وطنية تجمعنا كلنا وتفرغ طاقاتنا أمام هذه الحكومة وأمام سياساتها وممارساتها. سلام وديمقراطية وعدالة اجتماعية شعار كافح من أجله حزب الجبهة منذ نشأته، وعلى ذلك الحال ظل وما يزال في الميدان وتحت قبة البرلمان.